كل عوامل، بل اكثر من العوامل، يعني انطلاق الحرب العالميه الثالثه موجود استاذ احمد، الثانيه عفوا. ف ولكن يعني هذا طبيعه هذا الصراع. انا اضعه ضمن ما اسميه بصراعات النطاق الجغرافي. يعني طرحت فكره روسيا الاستثنائيه او مفهوم الاوراسيه الجديده الذي طرحه الفيلسوف الروسي الكسندر دوغين، وكيف انت يعني كيف تتحول روسيا الى دوله استثناء، كيف تتحول الاستراتيجيات الروسيه الى استراتيجيات تبني ولا تبنى، يعني هي التي تطرح عنصر المبادره الاستراتيجيه. هذا الامر ايضا نشاهده. ولكن استاذ احمد، حال يعني انا اعتبر ما فعله بوتين هو خطأ استراتيجي. انا لا اعتقد انه، لأنه لا يوجد حلفاء يعني مع روسيا. إذا أردنا أن يعني صحيح مشاهد الحركة دولة عظمى تتحرك على دولة صغيرة، هي أشبه بداية الحرب العالمية الثانية حينما تحرك هتلر على بولندا على سبيل المثال. ولكن هناك حلفاء كانوا مع هتلر، لم يكن منفردا. أنا أعتقد أن روسيا أن سياسة الفصل التام والعزل التام التي تقوم بها الإدارة الأمريكية بمعية المنظومة الغربية هو لعدم تحول هذا المشهد إلى مشهد حرب عالمية ثالثة. السيد بوتين استعراضا للقوة، طرح الأسلحة النووية على سبيل المثال، وتحريك كتيبة إدارة الأسلحة النووية، هو يريد أن يعطي انطباع أنه هذا صراع كوني أو حرب كونية. ولكن بالمقابل أنا أعتقد أن هناك ردة فعل من المنظومة الغربية لإضعاف هذه النزعة، بمعنى هو عملية عزل تام كما حصل مع كوريا الشمالية على سبيل المثال. يعني محاولة تحويل روسيا من دولة عظمى تمتلك مبادرة نووية لإخضاع العالم إلى سياساته واستراتيجياته المتعلقة بدفاعات الاستراتيجية في مواجهة الناتو، إلى دولة شبه معزولة تعيش بنطاق مفرغ من الحلفاء. وهذا أنا حسب قراءتي أستاذ أحمد ومتابعتي لطبيعة التحولات والمتغيرات التي تطرح على الميدان الأوكراني، أعتقد أن الغرب نجح إلى حد كبير في هذا الموضوع، إضافة إلى حزمة الحكومات التي رافقت هذه الاستراتيجيات والتي أثرت بشكل قوي جدا، وأنا أسميها سياسات الفاصل المركزي التجارية، ضرب العملة، ضرب الروبل، واستهداف يعني أرصدة البنك المركزي، إيقاف كل المعاملات التجارية والتبادل التجاري، إيقاف الأرصدة في الخارج، موضوع إخراج روسيا من نظام سويفت أو الشركات الروسية. يعني الدولة الوحيدة التي أخرجت من نظام سويفت أستاذ أحمد هي إيران، يعني العقوبات في عهد ترامب، واحنا ناقشناها اكثر مره في، وتضرر الاقتصاد الايراني يعني بمعدل 30%، يعني تدمير حصل للميزان التجاري الايراني بسبب اخراج ايران من نظام سويفت. اذا عكسنا هذه النسبه واعتبرنا ان 25% من الاقتصاد الروسي سيتوقف بهذا الفعل، فلك ان تتخيل حجم الضرر الذي أدخل بوتين به روسيا. لذلك أنا أعتقد أنه الحلول الدبلوماسية وعمليات الضغط المبنية على استراتيجيات 2014، يعني بمعنى احتلال شبه جزيرة القرم ثم التنسيق مع الجمهوريتين المنفصلتين، كان ممكن أن تكون عمليات يعني أن تكون ضوابط جيوسياسية يعني لتقليل حجم الضرر على الاقتصاد الروسي، وبنفس الوقت تحقيق ادفانتج على الارض في الملف الاوكراني. نحن نتفهم، انا شخصيا نتفهم التخوف الحاصل في الداخل الاوكراني، في الداخل الروسي عفوا، اتفهم النزعه القوميه التي بدات تنمو من جديد في اوروبا استاذ احمد منذ ان ظهر ترامب. هناك نزعه، العالم يتجه، لم يعد نبتعد روسيا تلك الدولة العظمى التي تؤمن بفكرة المادية الاستهلاكية، هم أشبه إلى النزعة القومية. فهذا طبعا
دعم النزاعات القومية التي تظهر بالعالم حتى في الحرب العالمية الأولى والثانية، كانت النزاعات القومية هي التي تحركها. فهذه التفاعلات أستاذ أحمد هي التي تجعلنا يعني نفتح أفق التوقعات والاحتمالات، وكل شيء متوقع. ولكن حتى هذه اللحظة أنا شخصيا لا أتوقع حدوث حرب كونية إلا إذا حصل ردة فعل من الناتو.